الوطن الغالي، مصرنا الغالية. هم بالفعل بيعتبروا سفراء لهذا البلد من خلال نقل الثقافات العربية إلى الثقافات الأجنبية، والعكس صحيح. مشاهدينا الأعزاء، يمكن كمان من خلال هؤلاء السفراء المصريين بتزداد حركة السياحة وبتنشط بدرجة كبيرة جدا، وأيضا محاولة منهم لربط الجاليات العربية والمصرية بالوطن الأم. مشاهدينا الأعزاء، يسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة في هذه الفقرة، هنطلق عليها فقرة سياحية مع الأستاذ حنان الجلالي، هو الخبير السياحي المشهور، حصل مؤخرا على لقب هام جدا، وطبعا نحن كمصريين بنفتخر بهذا اللقب، وهو خبير مستشاري الاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات. اولا الف مبروك ومساء الخير يا استاذ عنان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا. الاول حضرتك تقول لنا يعني ازاي قدرت تحصل على هذا، يعني طبعا احنا بنعتبر حاجه شرف كبير لمصر كلها ان حضرتك تحصل على هذا المنصب. هل بيتم ترشيح من احد الجهات ولا شغل حضرتك كخبير سياحي؟ طبعا هو غني عن التعريف، رشح حضرتك لهذا الدور. لا، هو الحقيقه انا كنت بلقي محاضره عن الانهيار الاقتصادي العالمي اللي هيجي، وكان بالصدفه ان احد الموجودين من رؤساء الجامعات في الخارج كان هو رئيس الاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات، فقام بترشيحي ان انا اكون اشغل هذا المنصب وهو كبير المستشارين للاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات، بينما انا نفسي مش رئيس جامعه، واول مره في تاريخ هذا الاتحاد ان هم ياخدوا شخص مش رئيس جامعه في هذا المنصب. صحيح. فكان شرف ليا ان انا اساهم في هذا الاتحاد بافكار جديده من الجايز، بربط برضو الافكار بتاعتنا هتكون نابعه من الوطن الام. التربيه اللي احنا اتربيناها هنا. بالزبط. المجتمع اللي احنا عشنا فيه. ظروف هذا المجتمع اللي ما حدش احيانا بيبقى على علم بيه على مستوى الدولي. طبعا. هو المقر بتاع الاتحاد ده فين؟ في بلجيكا. في بلجيكا. هل في مصريين اخرين فيه ولا حضرتك المصري الوحيد اللي في هذا الاتحاد؟ هذا المنصب لم يشغله اي عربي قبل ذلك، ولم يشغله واحد مش رئيس جامعه، لكن انا تشرفت بان انا رشحت في نهايه السنه الماضيه الدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس لكي يكون رئيس منطقة الشرق الأوسط ورئيس منطقة جنوب أوروبا للاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات، وكان إصراري إلى آخر ثانية إن لازم يكون مصري هو اللي يشغل هذا المنصب. صحيح. وتم الانتخاب بالإجماع ليكون في هذا المنصب في مبنى الأمم المتحدة في نهاية العام الماضي، والنهاردة أصبحنا 2 مصريين في هذا الاتحاد المهم. كم عدد أعضائه؟ على مستوى العالم كله، يعني جميع جامعات، احنا عندنا في جامعات أمريكا فقط ما يقرب من 400 رئيس جامعة أمريكية في هذا الاتحاد. صحيح. طيب أستاذ، يعني خلينا نكون واقعيين برضه ونطمن الشعب المصري، يعني هل وجود حضرتك في هذا الاتحاد يعني هيقدر يفيدنا احنا كمصريين ازاي؟ هل مثلا من خلال ترشيح حضرتك او زياده عدد البعثات بين الجامعات، يعني بعثات تطلع من عندنا للجامعات، هل هيدخل مثلا في جانب سياحي اكتر باعتبار حضرتك خبير سياحي، ولا هو منصب بس على الجامعات؟ حضرتك اولا في هذا الوقت بالذات اللي فيه ظروف عالميه مختلفه، واحنا كلنا عارفين ومكتوب في وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه ان الظروف العالميه النهارده بتتغير بسرعه جامده جدا. صحيح. واحنا وجودنا كمصريين كاثنين مصريين في هذا الاتحاد ده بيؤثر على يعني مباشره على توضيح الصوره عن المجتمع بتاعنا، عن مجتمع الشرق الاوسط عامه، عن الديانات الموجودة في هذا المجتمع، عن أصول التعامل مع المجتمع الغربي، عن تصحيح أيضا بعض الأوضاع وبعض الصور اللي موجودة في العالم الغربي عننا. فوجود 2 مصريين، يعني أنا أقول آخر حاجة، كان في اجتماع في البرازيل، فأنا قلت دكتور صالح لازم تروح، ولو مرحتوش فاضطر دكتور صالح أنه يروح
عشان يبقى دائما عندنا تواجد في القرارات اللي بتتخذ في هذا الوقت بالذات، من تغيير المناهج التعليمية، من توضيح الصورة احنا عاوزين ايه، مجتمعنا ايه الاصول بتاعته، ايه المبادئ بتاعته، ايه الثقافة بتاعته، والقضايا السياسية اللي بتحيط المنطقة، القضايا السياسية اللي بتحيط المنطقة. ده احنا وصلنا لدرجة ان احنا اصررنا ان الاتحاد حضرتك المؤتمر القادم هيكون في اكتوبر القادم ده هيكون على ارض مصر، هيكون في القاهرة اول مرة طبعا. اول مرة في تاريخكم حضرتك يأتوا الى الشرق الاوسط. جميل. وهيكون المؤتمر عن حوار الحضارات مش صراع الحضارات. وجميع اللجنة التنفيذية و الإدارة العليا للمؤتمر ومجلس الإدارة هيكونوا موجودين إن شاء الله في أكتوبر. يعني إحنا هنعتبره ده برضو جانب سياحي، لأن يعني باعتبار أكيد حضرتك مش هتقدر تنسى إنك خبير سياحي في المقام الأول. يعني كل حاجة حضرتك السياحة بتخدم الاقتصاد وبتخدم السياسة، والاقتصاد والسياسة بتخدم السياحة. إحنا كلنا دولة واحدة، وكلنا يجب إن إحنا بنساعد بعضنا في المواقع المختلفة اللي احنا عايشين فيها. صحيح. طيب احنا عرفنا كمان ان حضرتك كنت كمان يعني خبير سياحي واقتصادي وليك انشطة متعددة، وكنت كمان من ضمن الوفد اللي كان بيرافق ملكة الدنمارك. يعني قرب حضرتك من هذه الشخصيات، وطبعا اكيد حاجة بتتحدث باستمرار عن مصر وعن السياحة الداخلية لمصر، يعني ده بيدي انطباع عندهم بايه؟ حضرتك اولا الدنمارك الدوله اللي انا هاجرت فيها وعشت فيها اكثر سنوات عمري، لكن انا ما نسيتش مصر. انا ما نسيتش مصر ولا في استثمارات ولا في نقل العلم والتكنولوجيا من هناك الى هنا في المجال اللي اعمل بيه، ولا في الضغط على للحصول على منع من دوله الدنمارك لتدريب مثلا العماله الفنيه الموجوده في مصر على مستويات مختلفة. حضرتك أنا أحب أقول وجودي مع هذه الشخصيات طبعا هو احترام متبادل. أنا أحب أقول حاجة ممكن أزيحها لأول مرة، إن ولي عهد الدنمارك الملك القادم هو كان بيحتفل بزواجه، والتلفزيون المصري نقلوا تقريبا من شهر تقريبا بالضبط. حضرتك احتفل بزواجه هنا على أرض مصر لمدة 3 أيام ما بين شرم الشيخ وبين القاهرة، وكان ضيفي وبدعوتي. فحضرتك ده يبين قد ايه، مع ان الزيارة كانت محاطة بالسرية التامة وزيارة شخصية بحتة، لكن بيبين لحضرتك ان ولي العهد اللي هيتزوج الزواج الاسطوري، ان كل الدول الاسكندنافية وملوك اوروبا والمدعوين عرفوا ان هو جه احتفل في مصر في القاهرة وفي شرم الشيخ. دعاية جميلة، دعاية حضرتك قدر، وده بيبين الاطمئنان. احنا شعب في مصر شعب مضياف، شعب سلام. صحيح. حضرتك زي جانب المقاومات الاخرى اللي عندنا. طيب كان في وفود صحفيه شاركت دعوتها، مصر دعت وفود صحفيه وكان ليها لقاء مع الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحه سابقا. يعني اعتقد ان حضرتك ذكرت ان الوفود دي رجعت بانطباع جيد جدا عن الفكر السياحي للدكتور ممدوح، وفي نفس الوقت عن مصر عموما. يعني حضرتك من قربك بهذه الوفود الصحفيه العالميه اللي شاركت دعوه سياده الدكتور ممدوح البلتاجي، يعني حضرتك شايف انطباعهم ايه عن السياسه السياحيه لمصر؟ هاي اولا انا كنت سعيد جدا، سعيد من ان انا عرفت الدكتور ممدوح البلتاجي من ايام ما كان موجود في رئيس هيئه الاستعلامات، وشعرت بمقدرته في مخاطبه الراي العام الدولي حتى قبل ان انا احضر الى مصر او اتواجد على ارض مصر فعليا، سواء باستثمارات او سواء كوجود عائلي. حضرتك كان موقع دكتور ممدوح بلتاجي في الفتره السابقه كوزير السياحه كان هام جدا بالنسبه للسياحه المصري، بسبب حضرتك ان ده كان في الوقت اللي مصر بتمر بيه ببعض الظروف اللي عاوزه تهيئ المناخ العالمي والمناخ الاعلامي العالمي للثقه في ان مصر بلد سلام وبلد امن. فوجوده حضرتك في هذا الموقع كان نافع جدا للسياحه، كان نافع جدا للموارد الاقتصاديه المصريه، بسبب ان هو كان يعلم جيدا من وظيفته السابقه كرئيس هيئه الاستعلامات
انه كيف سيتعامل الاعلام الغربي اللي هو كان يعني بالمرصاد في مصر في هذا الوقت في الظروف اللي احنا مرينا بيها. صحيح. طيب حضرتك طبعا خبير سياحي، من وجهة نظر حضرتك ايه اللي ينقصنا في مصر عشان نكون على اوائل البلاد سياحيا على مستوى العالم ككل، سواء بقى اعلاميا اقتصاديا سياسيا، يعني حضرتك شايف من وجهة نظرك ايه اللي ناقصنا؟ حضرتك احنا مصر دولة غنية، احنا بنملك، يعني انا احب اقارن مثلا مصر ببلد زي ماليزيا. ماليزيا حضرتك لا تملك المقاومات اللي عندنا في مصر، ومع ذلك اصبحت من الدول ذات مبادئ ايضا، يعني لم دول لم تتخلى عن مبادئها الدينيه او مبادئها في التنميه او مبادئها السياسيه خالص، لكن بنت دوله قويه اقتصاديا حضرتك. والغريب ان انا حسب الاحصائيات العالميه ان انا على علم ان ماليزيا لدرجه من مده سنتين بس كانت بتاخد منح من مصر، منح لدراسه في الازهر وما الى ذلك. ده بيبين ان احنا في مصر حضرتك بلد لها دور قومي، لها دور سياسي، لها دور فعال في المنطقة وفي الدول الأوروبية أو دول أفريقية، أسف، في الدول الأفريقية والدول العربية والدول الأسيوية. فحضرتك احنا الدور ده كلفنا كتير حضرتك، احنا ناقصنا النهاردة بنية أساسية عشان خاطر ننمي المجتمع، لكن احنا بنينا في عهد مبارك في التسعينيات حضرتك بنية مدن سياحية. صحيح. كفاية مدن يعني شرم الشيخ، يعني حضرتك شايف اللي عاملة ده احد المدن، ده احد المدن، مدن سياحية، مدن صناعية، مدن زراعية، مدن سكنية لم تكن موجودة على الخريطة المصرية قبل ذلك. صحيح. كانت مدن مش موجودة. فحضرتك انا بشبه هذه المدن حضرتك بانها هتكون زي قناة السويس. قناة السويس حضرتك ضرت علينا على اجيال، ضرت علينا دخل قومي الى الان. صحيح. لكن ازاي اتبنت هذه المدن؟ اتبنت بصعوبات. احنا لما بنفتح وسائل الاعلام النهارده او بنسمع مناقشات في التلفزيون عن او في التلفزيون عن بعض المتعثرين والاقتصاد اللي عاوز يتنمى وكده، ما ننساش ان هذه المدن ستصبح دعم للاقتصاد المصري على مدى اجيال قادمه، وان الصعوبات اللي احنا واجهناها لبناء هذه المدن هتكون صعوبات معدوده في سنوات معدوده. صحيح. يعني احنا المفروض نكون متفائلين اكتر، واعتقد ده يعني احنا متفقين ده شعار حلقتنا النهارده التفاؤل. بالزبط. فالمفروض نكون متفائلين وباصين للجانب المليء من الكوبايه مش من الجانب الفارغ. بالزبط. يعني عموما احنا طبعا في نهايه اللقاء استاذ عنال الجلالي كبير مستشار الاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء وعلى كل هذه النصائح اللي حضرتك وجهتها لنا ولفت نظرنا اليها. احنا قبل ما نترك حضرتك يعني بندعو حضرتك لمشاركه مشاركتنا في هذه الفقرة. احنا نشوف دلوقتي جزء من برنامج للأطفال اسمه بكار، مش عارف حقيقة كنت بتتابعه في رمضان ولا لا. طبعا ليه جماهيرية كبيرة جدا وشعبية كبيرة جدا عند الأطفال، ومش بس الأطفال، عند الأطفال والكبار، لأنه بينمي كمان داخلنا قيم المفروض نقدر نحافظ عليها في ظل هذا الجو الغريب اللي احنا عايشين فيه. مشاهدينا الأعزاء بنادوا حضراتكم دلوقتي عشان تشوفوا معنا حلقة جديدة من حلقات بكار.